لمزيد ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد البوديري. أحمد، كيف تبدو فرص جانس في تشكيل هذه الحكومة الموسعة، وما الذي يعنيه هذا التوجه أساساً؟ يعني المحاولة الآن الحقيقية هو التوصل إلى صيغة توافقية في إسرائيل. لا يوجد هنالك يعني مجموعة ما يسمى بالمعسكرات، معسكر اليمين أو معسكر الوسط، الذي يستطيع أن يقيم ائتلافا حكوميا مستقرا، وكلمة السر هي الاستقرار السياسي وليس تشكيل الحكومة الائتلافية. الآن الحل الذي طرح عمليا من قبل السياسيين الإسرائيليين هو حكومة وحدة وطنية. استعجل بنيامين نتنياهو وحفر حفرة لبني جانس وأوقعه فيها عندما قال: أنا أريد أن أجتمع بك اليوم في أي ساعة، وذلك لدراسة حكومة وحدة وطنية. ولكن بيني جانس يبدو بأنه استطاع أن يفهم الفخ الذي سقط فيه، ورغم أنه وافق على أن يكون هنالك حكومة وحدة وطنية، إلا أنه اشترط أن يكون هو أي جانس رئيسا للوزراء في الحكومة القادمة. حكومة الوحدة الوطنية في أسوأ الأحوال هي حكومة لا تقام في إسرائيل، ونادرا ما تقام، آخر مرة كانت قبل 34 عاما بين حزب العمل والليكود، تقوم على مبدأ التناوب، عامين لحزب الليكود وعامين لحزب أزرق أبيض، والعكس صحيح. ولكن هذه الحكومة هي حكومة أيضا يمكن أن تضم عدد من الأحزاب الأخرى، وليس فقط أكبر حزبين اللذين عموما يتجاوزان 64 مقعدا، أي الأغلبية في الكنيسة الإسرائيلية. تم وضع شرط إضافي من قبل حزب أزرق أبيض، وهو أن تكون الحكومة ليبرالية، أي لا وجود اليهود المتدينين، لأن الصراع الآن هو ليس فقط صراع بين يمين ويسار، ولكن صراع بين يهودية الدولة. هل هي يهودية الدولة تعني دولة علمانية يهودية صهيونية، أو دولة يمينية متدينة؟ لغاية الآن في إسرائيل الحافلة تتوقف يوم السبت. شكرا على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من القدس أحمد البوديري.